أن البورون يؤمن الطريق لمين؟ لمحتوى الكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والنحاس اللي حيكون في الطبق الثاني، في طبق السلطة مثلا، في الشوربة، في الطبق الرئيسي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين أينما كنتم أينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. البورون اسم جميل، هو اسم معدن. ما هو البورون؟ ممكن أن أطلق عليه أكسجين العظام والمفاصل والغضاريف، وممكن أن أطلق عليه اسم الميزان للمفاصل والعظام والغضاريف. يعني أنا محتار صراحة أطلق عليه اسم الميزان ولا الأكسجين. هذا يدل على إيش؟ يعني لا غناء عن هذا البورون، لا غناء. هو المركزية، هو يؤمن، واحد من اللي بيأمنه، عارفين زي شرط المرور، يؤمن حركة السير، يؤمن حركة السير للمعادن، يؤمن امتصاص المغنيسيوم، يؤمن امتصاص الكالسيوم. شوفوا في كلمات بدنا ايش؟ بدنا نهتم في معانيها. شوفوا يؤمن، في كنا استخدمنا مصطلح سابق قلنا يساعد على امتصاص، يعمل على امتصاص، لكن البورون ايش؟ يؤمن، يعني بده يأمن الطريق، يجهزها. تمام؟ ايش بكم اروع من هيك؟ فتخيلوا عدم وجود البورون، فيش عندنا تأمين، فوضى، فوضى عارمة. الكالسيوم شغال في ناحية والمغنيسيوم شغال في ناحية، وهذا عنده نقص شوية وهذا عنده نقص شوية. طب بدي شوية من الكالسيوم، بدي شوية فيتامين دال، بدي نحاس، بدي منغنيز، فيش حدا بسمعهم. مين اللي بده يأمن العملية هذه؟ البورون. وبالتالي أي معدن يحتاجه المفصل، يحتاجه العظم، يحتاجه الغضروف، في لحظة ما البورون سيد الموقف، البورون هو الحل، هو البورون هو الورقة الرابحة. هذا هو البورون. البورون، وأخص بالذكر هنا السيدات عشان تشوفوا عظمة البورون وعظمة الخالق. طبعا يا سلام، السيدات عند انقطاع الدورة الشهرية بيبدأ الاستروجين يقل، تمام؟ وإذا قل الاستروجين تبدأ لدينا ظاهرة مرضية تخص المفاصل وهي هشاشة العظام. هلا البورون ايش بيعمل؟ يؤمن الحد الأدنى من مين؟ من الاستروجين. عشان هيك في تحليل الاستراديول بنعمله للسيدات في مرحلة انقطاع الدورة الشهرية، وبنقول لها قديش انت، يعني لازم يكون في حدود 30. كل ما كانت في حدود 30 بنقول والله البورون عندك كويس، هي عمال بيأمن الحد الأدنى من الاستروجين. ليش بننصحها؟ اشربي ينسون، اشربي حلبة، اشربي الاستروجينات. ليه؟ عشان البورون يجد هذه الاستروجينات ويؤمنها لمين؟ لصحة المفاصل، وبالتالي تكون هي أقل عرضة في هشاشة العظام، على عكس سيدة أخرى غير مهتمة في هذا الكلام. البورون سيفشل في تأمين الحد الأدنى من الاستروجين، وبالتالي الشكوى هنا تكون يعني كبيرة جدا، والآلام تكون شديدة جدا. هذا هو البورون. إذن البورون يعني المراقب العام،
البورون، الميزان، الأكسجين، كل هذه المسميات الجميلة، ينظر في الأمور من فوق، تمام؟ بينظر لها كلها، وبيستوجب كل أي شيء يخطر على بالكم. كولاجين، مش احنا بنقول مشاكل الغضروف والخشونة لها علاقة أيضا بالكولاجين، كولاجين وهيلوريك أسيد وجلوكوزامين كوندروتين، هذه والماء هي تركيبة ما بين المفاصل. طب مين بده يأمنها بشكل تمام؟ والكولاجين الليونة، هذه الحركة اللينة، البورون، تمام. هذا الجمال عن البورون وين بنلاقيه موجود؟ شوفوا الفرق. في القرآن الكريم لما ذكرت الفاكهة، ربنا إيش قال؟ وفاكهة مما يتخيرون، اختار اللي بدك إياه، أي شيء من الفاكهة جيد. وجل الفاكهة في إيش؟ في البورون، هذا أكثر شوية، هذا أقل شوية، مش هذه القصة. القصة أنه في بورون، وبالتالي حين نقول الفاكهة قبل الأكل مهم، ليش؟ عشان البورون هنا واحد من مزايا طبعا الفاكهة قبل الأكل، أن البورون يؤمن الطريق لمين؟ لمحتوى الكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والنحاس اللي حيكون في الطبق الثاني، في طبق السلطة مثلا، في الشوربة، في الطبق الرئيسي، صح ولا لا؟ مش قلنا بدنا ناخذ مثلا طبق سبانخ فيه مغنيسيوم؟ طب مين بده يأمن حركة المغنيسيوم؟ البورون. طب أنا لو تناولت فاكهة قبل الأكل وتناولت السبانخ بعدها، مش أمنت؟ مش وصل المغنيسيوم بالضبط اتجاه الصحيح؟ ونجد للأسف من يقول لا بدناش فاكهة، فاكهة صفر، فاكهة كربوهيدرات. صباح الخير، وين رايح؟ اصحى. لا، والمصيبة الثانية، يعني شوفوا العظمة كيف، وبدنا نكمل هاي العظمة بعد وفاكهة مما يتخيرون، واخذنا جزء من معناه، جزء من معناها وهو البورون، تأتي ايش المكمل؟ ولحم طير مما يشتهون، يعني مش تصنف واحد، مش تخلص لي لحمة حمراء وبيضة وتقول لي هذا طبق غربي، تحط لي اياه في سندويشة وتغطس لي اياه بالزيت، وبعدين نشكو من الأمراض. طب جل أمراضنا وين؟ في الأمعاء، صح؟ الأمعاء والقولون، قديش في عندنا قولون وقولون عصبي وتقرحات قولون وسرطان قولون. طب المعادن هاي وين تمتص؟ كل المعادن في الأمعاء. طب الأمعاء منيلة خربانة، تنيلت، كيف بده يتم امتصاص؟ وبعدين ايش؟ فيش فاكهة يا عيني، فيش فاكهة، ممنوع تاكل فاكهة، بيجيش على بالي فاكهة، انا مش صديق انت مش صديق مع الفاكهة، ومش صديق مع المية، ومش صديق مع ايش صديق؟ مع المرتديلا والشيبسي والمشروبات الغازية، وبعدين تشكو؟ طب احمد ربك انك عايش. اذا مصادر البورون الفاكهة، ولما نقول فاكهة، الفاكهة كثمرة أن تؤكل، وليس الفاكهة عصير. لا، ونمصيبة بحط لي سكر كمان على العصير، يعني لسه إذا شرب العصير، هو عمل العصير، ها نص مصيبة، يمكن يأخذ له شوية البورون، لكن أنا بدي إياها فاكهة تؤكل كثمرة، تمام؟ في عنا التمر، في عنا الرطب،
جيدين ممتاز كمصدر بورون. تمام. خارج الفاكهة لدينا زبدة الفستق. تمام. ولاحظوا ناس اللي يعني تابعوا معايا في أمراض المفاصل أنني أضع زبدة الفستق ضمن النظام الغذائي، وفي ناس كثير استغربوا، كانوا يسألوني ليش. هي عرفنا ليش. لدينا كمان الزبيب، شوربة العدس، العدس بشكل عام سواء البني اللي بيعمل منه الأرز المعدوس أو ما يعرف في بلاد الشام المجدرة، ولدينا العدس الأصفر اللي يعمل منه الشوربة، كلاهما طبعا مصدر رائع للبورون. ولا ننسى ميزة هنا للعدس رائعة جدا، أن العدس مصدر استروجيني، فيأتي متناغما جدا 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 مع مين؟ مع البورون الذي يؤمن الاستروجين، ويصبح هذا الطبق هام جدا 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 لمين؟ للنساء اللي عندها اضطراب دورة أو انقطعت عندها الدورة، فبكون عند الطبق العدس هذا خرافي. عارفين ايش يعني خرافي؟ خرافي لمنظومة المفاصل والعظام، وتحديدا هشاشة العظام. هكذا تقاس الأمور. لدينا كذلك من المصادر زيت الزيتون والزيتون بشكل عام. تمام. طبعا هدول كما نقول دوما هبات ربانية رائعة جدا في هذا السياق، فلنحرص دوما على وجود زيت الزيتون، نحرص دوما على وجود الزيتون الأخضر الأسود، كل هذه النعم. نبدل ما بينهما، تناول الفاكهة قبل الأكل مهم جدا. هكذا تقاس الأمور، لأن التشافي هو كل لا يتجزأ. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.